مرحبا بكم في قناة الساحة الرقمية العربية، آخر أخبار العملات الرقمية في مكان واحد. سنتعرف على النقاط التالية: ما هو MahaDAO؟ ما هي ميزات MahaDAO؟ ما هو MahaDAO؟ رمز خوارزمي لا مركزي، يستمد قيمته من سلة الأصول، والتي يتم تعديل أوزانها النسبية تلقائياً عن طريق الشراء والبيع التلقائي. ما هي ميزات MahaDAO؟ Maha هو رمز مميز للحوكمة والمرافق، من شأنه أن ينظم العملات ذات القيمة، أول رمز تشفير غير مستهلك في العالم. تم تصميم داب بغرض توفير فائدة أساسية للمستخدمين، تتمثل في الوصول بسهولة إلى أحد أكثر الأطر والوحدات المالية ملائمة. نسعى لنقل آخر أخبار العملات الرقمية بدعمكم المستمر لنا. لطفاً لا تنسى الاشتراك بالقناة والضغط على زر الجرس.